المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمشنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد أكيد دائما الهمشنال. لغوصة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غتكون وصفة مختصة ب يعني التخلص من الشيب الشعر سواء للنساء او للرجال. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، فبملعقه شاي وملعقه نشا تخلصي من الشيب حتى لو كان شعرك كله ابيض، ومن الاستعمال والعلاج الشيب الشعر. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وصفه اليوم هي بسيطه وسهله. المكونين الرئيسيين اللي معنا في هذه الوصفه هو الشاي والنشا اللي غنحتاجوهم. اكيد غنحتاجو مكونات ثانويه اللي ضروري ما يكونوا حاضرين وبقوة في هذه الوصفة، ولكن المكونين الرئيسيين هما النشا وحبوب الشاي. فقبل ما نتعرفوا على مكونات الوصفة، طريقة تحضيرها، استخدامها واستعمالها وتطبيقها أيضا، فنبغي نرحب بكل من كيتابع هذه القناة، بالناس الجدد أو القدم. إذا كنت أول مرة كتكتشفوها ولا كتزوروها، فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، وضغطوا على زر الجرس، تعملوا بيك لايك كبير لهذا الفيديو باش هكذا تزيدوا تشجعونا إن شاء الله. وأيضا تخليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الأسئلة ديالكم، وحتى وصفتكم الطبيعيه. يعني اي سيده عندها اي وصفه طبيعيه بخصوص يعني علاج الشيب هي دائما كتستخدمها وكتلقى عليها نتائج مزيانه، فتخليها لنا اسفل هذا الفيديو في التعليق، وان شاء الله نجرب كل وصفات ديالكم الطبيعيه. واي وصفه جاتني مزيانه غادي نجي نشاركها ولا نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه لتعم الفائده للجميع. ما غاديش نطول عليكم اكثر من هذا، وغادي نمشيو مع بعضنا البعض باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، طريقه استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غادي نحتاجو ليه في هاد لاغوسيت هادي، غادي نحتاجو الحبوب الشاي. انا هنا خديت حبوب الشاي غنستخدمهم بهذا الشكل. نتوما الا ما بغيتوش تستخدموهم بهذا الشكل ما عليكم الا تطحنوهم، يعني تكون بودره ديال الشاي عوض حبوب الشاي، ولكن انا في هاد الفيديو غنستخدم الحبوب وما غاديش نطحنهم. انتما اما تستخدموهم بهذا الشكل اما تطحنوهم. الا طحنتوهم صراحه غيسهلوا عليكم العمليه اكثر وافضل، ولكن انا في هاد الوصفه هذه غادي نستخدمهم بهذا الشكل هذا. بالنسبه لثاني مكون اللي غنحتاجو ليه في هاد لاغوسيت، غادي نحتاجو النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا. فبالنسبه للنشا البنات غني عن التعريف، عنده عده فوائد وعده مزايا، فغادي نحتاجو ليه في هاد لاغوسيت هذه، كيعقد الوصفه وايضا كيعالج الشاي. غادي نحتاجو لواحد نصف حامضه بهذا الشكل. الحامض حتى هو كيعالج الشاي، يعني عنده دور فعال. بالنسبه لرابع مكون غنحتاجو ليه في هذه الوصفه هو الحنه. انا هنا تعمدت ندير الحنه لانه انا صراحه من العشاق ديالها، وكنفضلها بزاف في الوصفات سواء ديال علاج الشاي او لصباغات الشعر. الا كنتو ما بغيتوهاش او ما فضلتوهاش، فما عليكم الا تعوضوها اما بالقهوه اما بالطين الابيض اما بالكاكاو المر، لكم حريه الاختيار، ولكن انا هنا غنستخدمها هي. بالنسبه للرجال فممكن يستخدموا الطين الابيض كما سبق لي وذكرت، يعني ممكن يستخدموا اي بودره اخرى، ولكن انا هنا في هذا الفيديو غنستخدم الحنه لانه كتجيني رائعه جدا وجربتها مرارا وتكرارا في هذه الوصفه اللي كتكون بالنشا، والحمد لله نجحت معايا. وصبح عندي يعني وصفه قوام ديالها عاقد بزاف وزوين، وحتى الرائحه ديالها رائعه جدا. بالنسبه لاخر شيء واخر مكون فغنحتاجو خل التفاح اللي غادي نخلطو به هاد المكونات كاملين. خل التفاح كيعزز اللون وكيوحدو، يعني رائع جدا. ممكن نتوما تعوضوا مثلا خل التفاح بمطبوخ الشاي او مغلى اتاي او مطبوخ البابونج، يعني تاخذوا البابونج تخليوه يغلو من بعد تصفيه وتعملوه في هذه الوصفه، يعني عندكم عده اختيارات. بالنسبه لاخر شيء غنحتاجو ليه فغادي نحتاجو البلاستيك الغذائي او النايلون او السلوفان بهذا الشكل هذا باش نطبقوه كاخر طبقه على الشعر ديالنا. وهذو هما كل المكونات اللي غادي نحتاجو. دابا غادي ندوزو بسم الله على بركه الله لطريقه تحضير الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها ايضا. غادي نحتاجو واحد الاناء بهذا الشكل،
وغادي نضيفوا ليه المكونات ديال هاد لاغوسيت. وغادي نخلطو كلشي، يعني غادي نخلطو النواشف بوحدهم. من بعد غادي نضيف يعني خل التفاح، ومن بعد غادي نضيفو حبوب الشاي سواء بودرة أو بهذا الشكل هذا. كما سبق لي وذكرت من الأحسن تكون بودرة باش تسهل عليكم العملية أكثر، ولكن أنا هنا غنستخدمها بهذا الشكل كما هو موضح في الفيديو أكيد. دائما حاولوا تخلطوا مزيان. ومن بعد غادي نضيف عصير الحامض، بالنسبة لهذه الوصفة فأنا مجربها مرارا وتكرارا والحمد لله كتعالج الشيب من الجذور ديالو، فجربوها وردوا علينا في التعليق أسفل هذا الفيديو هذا. وكما قلت لكم الناس اللي ما كيبغيوش الحنه فممكن يعني التعويض ديالها بالطين الابيض او القهوه او الكاكاو المر، يعني هادو كلهم رائعين جدا باش تعوضوا بهم يعني الحنه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوهاش في علاج الشيب او في الصبغات. غادي نزيد نضيف كميه من النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، ومن بعد غادي نزيد نضيف الحنة. فالوصفة كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني كما كتلاحظوا قوام عاقد. انا بغيت بهذا القوام هذا لانه انا كنطبقها بهذا القوام هذا، كما قلت لكم راني ديجا مجرباها فما كنبغيهاش بقوام اللي كيكون سائل، ولكن نتوما لكم حرية الاختيار. الناس او عشاق القوام السائل مثلا في الوصفات او في الصبغات فممكن تستخدموا
او ممكن تضيفوا بلوتو خل التفاح بكميه كثيره باش هكذا الوصفه تكون سائله وما تكونش عقده. هي اللي كانت عقده عندها بزاف ديال الحوايج ايجابيه، منها انها كتثبت على الشعر ما تبقاش يعني تسيل او لا تسيح نهائيا. فبعد ما غتصبح بهذا الشكل هذا غادي تطبقوها بالتساوي على الشعر ديالكم، توزعوها، ومن بعد كتاخذوا البلاستيك الغذائي او النايلون وتعملوه على الشعر ديالكم كاخر شيء غادي تعملوه في الشعر. ومن بعد كتنتظروا المده اللي غادي تناسبكم على حساب العمر ديالكم وعلى حساب الكميه ديال الشيب. هادو جوج ديال النقط دائما ناخذوهم بعين الاعتبار. الا عندنا عمر كبير وعندنا شيب كثير فنخليوها مده طويله. هاد لاغوسيت ممكن تخليوها 6 سوايع، ممكن تخليوها ليله كامله الا عندكم شيب كثير، باش هكذا تنجح معكم وتبان لكم النتيجه منذ اول استخدام. ووصفه رائعه بواحد الرائحه كتحمق كل من جربتها غادي يدعي لي، خصوصا الناس اللي كيبغيو الحنة وكيبغيو الرائحه ديالها، لانه من انا من العشاق ديال الرائحه ديال الحنة والحنة بصفه عامه. فإلا كنتم العشاق ديالها فغادي تعجبكم هذه الوصفه. الا ما بغيتوش تستخدموا الحنة كما قلت لكم عطيتكم عده اختيارات باش هكذا تعوضوا بهم الحنة، منها القهوه، سرعه الذوبان، ايضا الكاكاو المر والطين الابيض. هادو كلهم اشياء اللي ممكن تعوضوا بهم يعني الحنة واستخدموهم في هذه الوصفه لعلاج الشيب. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم وانكم استفدتوا منها سواء بالقليل او بالكثير، المهم هو الاستفاده. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي سواء الشخصي ديالكم او في فيسبوك، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، ضغطوا على زر الجرس، خليوا لنا تعليقات زوينه في لي كومونتير، وملي تجربوها ترجعوا لهذا الفيديو وتكتبوا لنا التعليق ديالكم يعني كيفاش جاتكم هذه الوصفه. ونشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.